نروح للدكتور ايمن ابو عمر وكيل وزاره الاوقاف لشؤون الدعوه. دكتور ايمن مساء الخير. مساء الخير استاذ احمد، اهلا وسهلا بحضرتك. بدات مع زياده اعداد كورونا بدا بعض الناس يقولوا انه وزاره الاوقاف هتلغي صلاه العيد، مش هيبقى في ساحات. ما الحقيقه، في ساحات ولا ما فيش؟ في صلاه عيد ولا ما فيش؟ ايه الحكايه؟ بدايه بقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيب والساده المشاهدين طيبين، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال في الايام المباركه، ويبلغنا يوم عرفه والعيد على خير ان شاء الله. امين يا رب. واسمح لي بس اهني البعثه المصريه، يعني ابطالنا اللي شرفونا في دوره العاب البحر المتوسط. كنت متابع مع حضرتك الفقره السابقه مع سياده الوزير، وان شاء الله دايما يكون كده في كل المجالات في ظل الجمهوريه الجديده اللي احنا كلنا بنسعى انها تكون شيء نفتخر بيه، ويكون شيء يعني لابنائنا والاجيال القادمه نفخر بيه ان شاء الله. لا حاجة، معلش هنقف هنا، النقطه دي مهمه. حاج بتهني البعثه والفائزين والفائزات بالميداليات ابطال مصر، مش كده؟ ايوه طبعا. امال في بعض الناس اللي عمالين يهاجموا وبيتكلموا على لبس فلان ولبس علاقي، ده بيحصل ازاي؟ بيحصل ده يا مولانا؟ ممكن تقول لنا؟ استاذ احمد، ده يعني احنا بنجاز، واحنا الحمد لله يعني بنفخر ان ابنائنا شرفونا في دوره زي دوره الالعاب البحر المتوسط، ونتمنى التوفيق لكل اللي بيرفع اسم مصر ورايه مصر في كل مجال. ويعني ده شيء يسعد اي انسان بيه ان يسمع علم، يسمع نشيد بلاده وعلم. نعم. بلاده. نعم. بيرفرف في المحافل الدوليه. ليه؟ أما معلش يا دكتور، معلش انا اسف والله انا اسف، معلش اتفضل. لانه لقيت بعض الناس اللي محسوبين، يعني للاسف واقول كده محسوبين علينا، اقول لك مثلا كلموا على بسنت الواخده 2 ذهب، ما شاء الله لاول مره يكون عندنا بطله في هذه المنافسات العاب القوة 100 متر و200 متر، يتكلموا عليها ولابسه ايه والشورت بتاعها ايه. الناس دي ايه يا فندم؟ معلش انا اسف يا فندم. احنا بص، كل مجال استاذ احمد وكل حد نجح في مجال معرض ان هو يعني يتلقى هجوم ويتلقى يعني انتقادات. انا هقول لحضرتك، انت بتكلمني على مساجد وعلى اقامه شعائر وعلى اداء صلاه العيد وطالعه ناس بتنتقد فيها. يعني حضرتك لما يبقى مؤسسة زي مؤسسة وزارة الأوقاف بتتكلم وبتقول إن إحنا عندنا غرفة عمليات شكلناها برئاسة السيد رئيس القطاع الديني وعضوية كل وكلاء الوزارة ومدير العموم، وبنجهز الساحات وبنجهز المساجد علشان نأدي هذه الشعيرة، وتلاقي ناس بتطلع إشاعات وبتنتقد. في إيه بقى بعد إنك بتنتقد وبتهاجم في أداء شعائر المسلمين في هذه الايام المباركه؟ الحقيقه احنا يعني بنعاني بقالنا فتره كبيره. نعم. في السنوات الماضيه من استخدام السوشيال ميديا بشكل غريب والكتائب المنظمه اللي هي. نعم. بتسعى لتشويه اي شيء. احنا بنتكلم في